نعرض الجمهور ولا تطلب المحامي؟ لا هو ما في ما يحتاج محامي لأنه ما في شيء، لكن الواحد في بداياته نعرض الجمهور. اعرض اعرض الجمهور. الواحد في بداياته يعني جرب أكثر من مجال. اعرض المقطع مقطع الصوت اعرضه للجمهور. حاولت أكون فنان بس ما نجحت. انزل على أرواحنا ضيفا كريم، واملأ جوانحنا صياما ورجاء. أعتقد أنك خلصت على الموية اللي عندك. مو قصة الموية، يعني الله يشرف هالشهر الفضيل. هذا العمل كان في رمضان في سنة من السنوات، وفي بدايات هذا يمكن قبل 15 سنة أو أكثر أو 17 سنة. الشهر هذا عظيم، وأنت الله يسامحك يا أبو علي داهمتنا، لا خليتنا نقول كل عام وأنت بخير، ولا خليتنا نقول للسادة المشاهدين كل عام هم بخير، ولا خليتنا نهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين بهذا الشهر الفضيل، والأمة الإسلامية والعربية والشعب السعودي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة وعيدة علينا وعليكم أعوام مديدة، ويعيننا على صيامها وقيامها، ويبلغنا وياكم ليلة القدر ويعيننا على صيامها وقيامها إيمانا واحتسابا. آمين آمين يا رب العالمين. هذا العمل كان في رمضان، الشهر هذا له حنين. كل ما جاء رمضان القنوات تتنافس، الإنتاج الإعلام يتنافس. السؤال يا أحمد، قبل 17 سنة قاعد أحاول. السؤال يا أحمد، سم. السؤال يا سم. أحمد سم. السؤال سم. وش وضعك انت، منشد ولا مقدم ولا توكر ولا أنت ولا وش وضعك انت؟ انت تشوف. انا ما ادري، انا اسالك السؤال وانت جاوب. انت جايبني وانت المحقق وعندك ملفات ولا تدري؟ ادم اللي ما ادري من اللي ما ادري. انا شفت لك اناشيد، ايوه، او اغاني ما ادري ايش تسميها. طيب ناقد مذيع. ترى ما في لهذا العمل، يعني هو كان العمل اليتيم الوحيد اللي اقتنعت انه انا مش منشد فيه بس. طيب يعني انت تشوف الان انك تنفي العمل هذا او انك ما تتشرف في العمل؟ بالعكس هذا. اتشرف فيه وعزيز وغالي وحبيب على قلبي بالعكس، بس انا مش منشد. يعني زمان قبل 17 سنه جربنا، قالوا الشباب جرب. طيب انت دام انك تتشرف فيه ورا ما استمريت. لا انا مش منشد، اقول لك وجدت نفسي في هذا المجال غير صالح لأن أستمر فيه، مش منشد. أحمد أنت دخلت عالم الإنشاد، أيوة، بحثاً عن الشهرة. أقول لك قبل 17 سنة ما كان في سوشيال ميديا ولا كان في تفاصيل. كانوا المنشدين قبل 17 سنة. طيب الآن شيلات كلها، لكن الآن قبل 17 منشدين، هي شهرة المنشدين، فأنت حبيت أنك تزاحمهم لكن يبدو أنها ما ضربت معك. والله هذه وجهة نظرك يا أبو علي واحترمها. وعلى فكرة العمل هذا من إنتاج المجد، واللي طلب مني أن أقوم بهذا العمل المجد. فأنت توجه سؤالك هذا للمجد مش لأحمد. شكرا لك، يعطيك العافية.